افندم غرام موجوده؟ نقولها مين يا فندم؟ انا امها. وانا جوز امها. حبيبه قلبي حبيبه قلبي عامله ايه حبيبه قلبي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه القباها والفخفخه والمنجاها دي كلها؟ شفتي بقى؟ شفتي ان انا وصمورتي كان قلبنا عليكي عشان تعيشي في العز ده كله؟ والله يا صمورتي تلاقيها بتدعي لنا في سرها بس مكسوفه تقول. يا سلام، انت بالذات، انت بالذات يا عفيفي ليك دعوه خاصه وان شاء الله هتبقى مستجابه. يا رب. والله يا حبيبتي، والله ما ليكي عليا حلفان، عفيفي ده يستاهل كل خير، بيعزك معزه خاصه وعلى طول بيسال عليك وعايز يطمن عليكي. هو انا في الحته اللي في الشمال دي عندي اعز ولا اغلى منك انت يا قمر؟ فوفو. بعديكي طبعا يا حبيبتي. ميرسي يا فوفو. تحبوا تشربوا ايه يا ماما؟ اوبا، بتقلها بخل من اولها. السؤال غلط، المفروض تقولي تحبوا تاكلوا ايه وبعد كده تحلوا بايه ولا ايه ولا ايه. بذمتك انت ليك نفس تحلي تاني؟ هو انت مش خلاص؟ ومع ذلك نعيد من الاول، تحبوا تاكلوا ايه وتحلوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ شاي حبيبتي شاي. ماشي يا ماما. صفيه من فضلك عايزين كوبايتين شاي. اوكي يا هانم. اوكي. الله الله، سمعتي قالت لك ايه يا هانم؟ عايزك بقى طول ما انت قاعده كده تفكري مين اللي خلاكي هانم. منوراني يا ماما، بس قولي لي ايه بقى سبب الزياره المفاجاه دي؟ اصلك وحشتيني قوي وقلنا نعدي عليكي انا وعفيفي نطمن عليكي ونقعد معاكي شويه. يا ماما وحشتكوا. بس طبعا يا حبيبتي. لا طبعا، ومش وبس، في سبب تاني. اصل بصراحه كده اول الشهر قرب وكنا جايين لك انا ومامتك عشان تكلمينا نخسر بيه يزود لنا الشهريه شويه. المعيشه بقت غاليه قوي يا حبيبتي، وكل حاجه غليت والمصاريف زادت ما بقلهاش اول من الاخر، وقلنا بقى ان يعني نجيلك تقول نصر بيه يزود المصروف شويه وتفهميه برضو ان الحياه غليت، وطبعا ملناش فرق غيرك. اه برافو عليك. وبعدين على رأي المثل، اللي ملوش خير في أمه وجوز أمه ملوش خير في حد. حاضر يا ماما، هكلم نصر تحت أمرك.